نبقى في ذات السياق، ومن اليوم التالي نقرأ الشعبي: الانتخابات من نصيب الإسلاميين وليس اليسار. وصف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عمار السجاد تحالف الحرية والتغيير بالكتلة الوهمية، واستشهد بما تعرضت له في محطة باجدار من اعتداءات، وقال إن ما تم كشف حجم قحط. وشدد السجاد في تصريح لليوم التالي على أن الأحزاب السياسية ليست أمامها حل غير الانتخابات، لجهة أن هذه الثورة ثورة شباب وليس أحزاب. وقطع السجاد بأن الانتخابات ستكون من نصيب الإسلاميين باعتبار أن أحزاب مركزية الحرية والتغيير يسارية، والمجتمع لا يقبل توجهاتها. يعني أستاذ حسين، تعليقك بصورة عامة عن هذا الخبر؟ والله في الأول نحن ندين العنف الحصل، لأنه ده مرفوض، ومش لأنه حصل للحرية والتغيير، من قبل حصل لمجموعة إسلامية في صالة قرطبة، وحصل أيضا لندوة للحرية والتغيير في شنبات، وحصل لندوة في أمدرمان، وأخيرا حصل هسي. والغريب في الأمر أنه واحد من الأحزاب السياسية، هل تعتقد بأنه مخطط له؟ هي قالت أنا طلعت على بيانات أمس وأمس الأول، اتهموا فيها الأجهزة الأمنية واتهموا فيها الحكومة، وأخيرا كان في بيان للحزب الشيوعي لسكرتاري حقته أمس بالليل، أيضا اتهم الأجهزة الأمنية والحكومة. وكذلك تغريدات في الفيسبوك لخالد سلك وود الفكي أيضا مشوا في نفس الاتجاه، وكذلك وجدي صالح. ولكن نرجع بخلفية تاريخية، واحدة من التنظيمات السياسية الموجودة في البلد كانت هي من أدخلت العنف في جامعة الخرطوم في الستينات، وده كانت بداية العنف البعداجي، العنف الطلابي العنيف جدا، وجاءت أخيرا الحادثة اللي أشرنا لها هسي في الخبر ده. ولكن بشكل عام، لأنه فرص نجاح الإسلاميين في الانتخابات حقيقة نحن بنقول معطيات وماس لأمامنا. الثورة بتاعت ديسمبر أطاحت بنظام ظل 30 سنة ونظام حق الإسلاميين، مقارنة بثورات حصلت في دول قريبة لنا زي مصر وزي ليبيا، الثورة السودانية كانت فريدة. والآن بعد الانقلاب نحن خشينا في الشهر التاسع، ما زال الشارع حي زي ما بيقولوا له، بيهتفوا له الثوار. فلذلك الحديث عن دي أشواق على أرض الواقع غير موجودة. الجيل الراكب راس ده، وهم ديل اللي حيصوتوا للانتخابات، ده جيل اتولد في فترة النظام البايد، وجيل ما خاد أي عملية انتخابية صحيحة. كل العمليات الانتخابية اللي كانت في الفترة الفاتت كانت في انتخابات الخي وانتخابات شيني وشيلك بتاعة 2015، ولكن انتخابات حقيقية ونزيهة لا يمكن، لا تصور انه الجيل الراكب راس ده اللي بيهتف بهتافات قاعدين يقولوها ناس محجوب شريف وحميد، وده المعلوم انتمائهم وين. هذه الهتافات هي يعني بتشكل جساره بالنسبه للثوار، وهم الغالبيه. في احصائيات بتقول انه الشباب اكثر من 60%، وديل ياهن الذخيره الانتخابيه لما تجي اول عمليه انتخابيه. نعم. طيب، يعني اكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان الحريه والتغيير، كما جاء في الخبر، يعني او اشاره لانه هي كتله وهميه كما يرى الاسلاميون، هل هي كذلك بالفعل؟ هي حقيقه اكبر كتله في تاريخ السودان. نعم. ليه؟ لانها فيها ميزات، بتضم سياسيين وتنظيمات نسويه ومزارعين ومهنيين وشباب. ماذا تعني عبارة وهمية يعني التي وردت في هو ده تقليل منها، يعني تقليل من الحرية والتغيير، ولكن الممارسة حقة الحرية والتغيير بينطبق عليه المثل بيت الشعر اللي بيقول نصحتهم بمنعري اللواء فلم يستبينوا النصح سوى ضحى الغدي. الحرية والتغيير كانت عندها فرصة كبيرة جدا تكون أوسع تحالف، ولكن الممارسة بتاعت الأنانية، يعني في فترة الحرية والتغيير كان بتلقي زول واحد قاعد في ثلاثة لجان. لما نيجي الناس يتكلموا عن هيكلة الحرية والتغيير، الجماعة دي اللي بنطوا فوق. لما جاءت المحاصصات بتاعت الحكومة الأولى لعمرها 14 شهر كانت فيها محاصصات، الحكومة الثانية العمر 9 شهور بتاعت بعد سلام جوبا
ايضا كانت فيها محاصصات. والنقطه الثالثه الحزب الشيوعي مرق مرقته الاولى وثاني رجع بعد تحانيص رجعوه ما تشق الصف والكلام الزي ده. ثاني في النهايه مرق مره واحده. كذلك حزب الامه جمر نشاط، كذلك حزب البعث السوداني. دي كلها مؤشرات بالنسبه للحريه والتغيير كان يجب ان تاخذ منها العظات والعبر وتصحح المسار بتاعها. الحريه والتغيير رجعت للكلام اللي كنا قاعدين نقوله لهم كصحفيين ومراقبين، رجعوا له سووه الاسبوع اللي فات، عملوا ورشه وراجعوا فيها الاداء حقهم بما في ذلك الوثيقه الدستوريه وبما في ذلك لجنه التفكيك، بما في ذلك السلام. وجهوا، انا استمعت لبعض الفيديوهات، انتقادات عنيفه جدا للسلام. انا شخصيا مع السلام مع اي خطوه توقف البندقيه طبعا. ولكن ما دارين سلام يكون زي سلام المسارات او سلام ما يجيب السلام الحقيقي. الحريه والتغيير عملت ده ولكن بعد تاخير كبير جدا، وايضا كان فيه قصور. كان يجب انها تفتح الباب لكل الاعلاميين الدائرين يحضروا الورش بتاعتها بتاعت النقد الذاتي ده، وكذلك تنشر للراي العام. ليه؟ لانه انت قمت بمهمه نيابه عن الشعب. فلذلك انا هي ليست وهميه ولكن هي كيان كبير وكان المأمول منه اكبر، ولكن لسوء التقدير وليه الانانيه للفتره البسيطه دي ارتكبوا اخطاء في حق الشعب. وحسنا هم الليله بعد التصريحات تم التقييم والتوصيات بتاعتهم واعترفوا ببعض الاخطاء، وايضا منهم مسؤولين بتحلوا بالشجاعه. قالوا نحن مستعدين للمحاسبه. انا افتكر دي خطوه جيده بالنسبه منهم. طبعا عباره وهميه اطلقها عليهم الاسلاميون، يعني برايك لماذا لا يدعم الاسلاميون خيار الانتخابات المبكره دون اكمال قضايا الانتقال؟ هم الاسلاميين بيدعموا الانتخابات المبكره. ليه؟ لانهم عارفين تماما الزول اللي عنده قروش منه واللي عنده مؤسسات الدوله اللي كان فيها وعارف خفاياها منه، وايضا بيعرفوا تماما ليه الهندسه الانتخابيه. الهندسه الانتخابيه اللي هي معنيه بالدوائر الانتخابيه والكلام بتاع المفوضيه، ناس قاعدين في السلطه 30 سنه وعارفين يا تغوانين ويا مؤسسات خبيرين ممكن يعني تلعب احابيل ماكره في الانتخابات. فلذلك هم دي كل امانيهم انها تكون في انتخابات، ولكن العقلاء منهم يفتكروا انه لا، الخيار ده بيولع نار. وما بعيد ما حصل في بعض البلدان الافريقيه تمت فيها انتخابات كانت فيها عنف، وما بعيد لبلدان تسببت في مقتل رؤساء زي تشاد، وما بعيد زي ما حصل في 2008 في كينيا. اتمنى اللجوء الى الحل العاقل طبعا.